انظر الى ما هو الى الداخل السوري. اليس غريب ان يروح حد من قادة المعارضة في 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 الضباط الخارج لوزير خارجية تركيا، وانا عارف بتكلم عليه، ويقول له وقفوا الصادرات مع حلب لكي تتحرك حلب. انت تطلب من اطراف خارجية ان تضغط على مواقع في الداخل لكي انت بتحطني في وضع ان انا ادافع عن موضوع لا يدافع عنه. لكن انا هنا وانا ببص قول لي لماذا وانت بتقول لي ان سوريا ان حلب ودمشق واقفه حتى الان، بتقول لي حتى الان عملتيه تعفض، الا تسال انفس نفسك ليه حتى الان؟ وماذا الرهان على مجهول جاي بكره تقول لي قد يتغير؟ حلب ودمشق، اذا كانت حلب ودمشق ساكته معناها ببساطه كده بالنسبه لي ان ضرورات الثوره لم تك او حاله الثوره لم تكتمل في سوريا بحيث تؤدي الى تغيير. بعد كل الذي جرى لم تكتمل؟ لا شوف عاوز اقول لك انه يعني انا لست منظر ثوره سوريه ولا انا منظر حزب البعث ولكن اسال بعد كل هذا القتل اليومي ال يعني هل هناك ضريبه اقوى من هذه؟ ده انا بسال سؤال، اليس مع كل هذا القتل اليومي؟ ما هو انت عليك ان تنظر الى هذا القتل اليومي، انت في الجزيره، انا بعتقد يمكن انا من ملاحظاتي على الجزيره هو كل هذا التحريض. انا موافق على التريبورت، وافق ان كنتوا تتابعوا وبحرص ما يجري في البلد، لكن انا بشعر احيانا انه تجاوز. لكن وانت بتقول لي على انا راح افوتها بالتاكيد انك كنت في موضوع لا حتى يعني حتى لا احرف الحديث يعني طيب اوكي راح افوتها حاضر انا